أن تكون خير أمر وبركة على بلادنا وعلى منظومتنا التربوية وعلى العمل الجمعوي. سعيد أكثر أحضر معكم في هذه المدينة الغراء، مدينة الناظور، إحدى مدن الجهة الشرقية للمملكة وإحدى أهم المدن المغربية في بلادنا. لي شرف منتدب لدى المكتب الوطني بتعاوني مع الأخ وليد باعتبارنا أعضاء المكتب الوطني في الفيدرالية الوطنية وبمؤازرة من عضو المجلس الإداري أن نحضر اليوم في هذا المؤتمر التأسيسي الذي نتوخيه كفيدرالية وطنية لجمعيات أمهات وأباء أولياء التلاميذ بالمغرب فرع الناظور، أن يلتحق هذا الفرع كباقي الفروع التي تم تأسيسها من قبل والتي هي الآن في طور التأسيس بالنسبة للفروع الجديدة. سعداء أكثر كفيدرالية وطنية أن نتمنى هذا الجمع ونشكركم جميعا لتلبية دعوة اللجنة التحضيرية من أجل تأسيس فرع هدفي بالدرجة الأولى وهدف المكتب الوطني. أنني جئت اليوم ليس مؤازرا أو متعاونا لأحد دون آخر بقدر ما أنني بالدرجة الأولى وهذه رسالتي كعضو المكتب الوطني أن نخرج اليوم بمكتب وبفرع إقليمي باعتبارنا أننا اليوم في مرحلة تأسيس، والتأسيس يعرف دائما وهي قاعدة ليس استثناء أن التأسيس دائما كان ولا زال يكون دائما ليس لا يمكن أخذه بعين الاعتبار قضية النصاب والعدد الحاضرين واللي ما حضرش واللي كاين واللي ما كاينش بقدر ما أننا نعتبره نواة تأسيس على اعتبار أن إخوان ديالكم في الفيدرالية الوطنية في المؤتمر الوطني الأخير أخ وليد كان أحد الصادرين على لجنة القوانين. كان الهدف حينما سطرنا القانون الأساسي للفيدرالية الوطنية كان الهدف بالدرجة الأولى هو أنه إعطاء الصورة لجمعية الآباء في الأقاليم بصفة تمثيلية داخل المجلس الإقليمي، ومن هذا المجلس الإقليمي سينبثق مكتب الإقليم. إذا بمعنى أن جميع الجمعيات الحاضرة معنا اليوم والتي ربما ستلتحق بنا غدا، وهذا دائما هذه القاعدة كما هو الشأن في جميع التأسيسات على الصعيد الوطني، دائما يبقى الباب مفتوحا لكل الجمعيات التي تقتنع بالدرجة الأولى أولا بالقانون الأساسي للفيدرالية الوطنية الدرجة الأولى، ثانيا أن تخدم مصلحة أبنائنا وبناتنا. ونحن نعرف جميعا ما تعيشه المدرسة العمومية في هذه الظروف وفي بطبيعة الحال في ظروف سابقة، ولا أدل على ذلك هو هذا الاهتمام والحضور ديال هاد الإخوة الحاضرين معنا اليوم. لا دليل قوي بالنسبة لي عضوين أتعلم منكم وأنا آخر أحد في هذه القاعة، لأنه أرى في وجوهكم العمل الدؤوب، العمل الخيري، العمل الذي يصنع الحدث وهو النشئة وتربية أبنائنا. إذن اليوم لم نأتي من أجل انتخاب مكتب ربما سيعرفين غادي يمشي يمكن يوصل للسقف أو يمشي للسماء، بقدر ما أنني هدفي بالدرجة الأولى هو توحيد الرؤى وتوحيد وتقارب الأفكار والتصورات فيما يتعلق بهؤلاء الإخوة. ونشكر الأخ الأستاذ الذي افتتح لنا هذا الجمع وقد تلا آيات بينات بالذكر الحكيم وقد أشار الهدف حينما وضع الأسبوع في تلاوته من خلال وضع أمل. وأنا أقول دائما رسالة قوية بالنسبة للأمانة، فلو علم المرء ما مدى مسؤولية الأمانة ما تقلدها ولا تحملها، ولكن نظرا أنه الواجب يستدعي ذلك والقاعدة تستدعي ذلك أنه لا بد أن يكون هناك من يمثلنا. فاليوم
شاكرا درجة الأولى الإخوان ديالي في اللجنة التحضيرية الذين قاموا وأقاموا الشكل الكثير من أجل الوصول إلى هذا اليوم. الشكر موصول لهم بالدرجة الأولى على المجهودات، والشكر كذلك لكل الإخوة المساهمين في إنجاح هذا الجمع، بالإضافة إلى إدارة هذا المركز الذي فتح لنا أبوابه في هذا اليوم، يوم عطلة ويوم أحد ويوم بالنسبة لنا وبالنسبة للجميع يوم الراحة. تواجدكم عبر، وأنا كنسمع دابا عاد وأنا واقف في الباب، هناك إخوان اللي جاوا من مجموعة من المناطق ربما للعيلة شي شويش على المدينة ديال الناظور، فهذا دليل قاطع على أن هاد الإخوة عندهم واحد الحس جمعوي، واحد الحس تربوي. نحن في جمعية الآباء ليست مهمتنا مراقبة الأستاذ ومراقبة المدير وندخل في حوايج اللي ماشي شغلنا فيها، بقدر ما أن يجب أن تكون لنا رسالة نبيلة، ألا وهي العمل من أجل إبلاغ صوت الأب داخل المؤسسة، انطلاقا أولا من ميثاق العلاقة الذي يجمعنا نحن مع القطاع اللي هو شريك اللي هي وزارة التربية الوطنية. وربما الأخ وليد غيكون عطاكم صورة أو من قبل عندكم واحد الصورة، أن هذا ميثاق العلاقة يحدد الأهداف والمراني وحقوق وواجبات. ربما سيوزع عليكم هذا المشروع وهذا الميثاق الذي تمت المصادقة عليه من طرف وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع رئاسة الفيدرالية الوطنية، والشيء بالشيء يذكر على المستوى الجهوي وكذلك على المستوى الإقليمي حتى وصل إلى المؤسسات. الإخوان ديالي اللي كيشتغلوا في عمل جمعية الآباء سابقا راهم وقعوا واحد الوقت واحد الميثاق على الأقل اللي كيحدد حدود وواجبات وحقوق ديال جمعية الآباء داخل المؤسسة. معنى أنه الهدف ديالنا هو خدمة المصلحة العليا للمتعلمات والمتعلمين. الهدف في الدرجة الأولى، أنا غادي نسطركم بعض الأهداف، أنا كنشوف أن في العاكس الضوئي في 13 شهور غادي يكون واحد الأهداف ديال الفيدرالية. قبل ما ندخل أنا تعمدت أنني ندير هذه المقدمة باش نبين الإخوان ديالي مدى المهمة الموكولة إلي من خلال هذا المجيء ديالي لكم. إذا غادي نكونوا نقولوا بسم الله من رساها وجراها، غادي نعطي الكلمة لأحد الإخوة اللي كيمثل اللجنة التحضيرية من أجل إدلاء بدلوه بكلمة في الموضوع. بعد ذلك سأتطرق مباشرة أنا إلى قراءة الأهداف الفيدرالية الوطنية اللي هي الآن فرع وجزء لا يتجزأ من منظومة ديال الفرع الوطني أو المكسب الوطني. ثم كذلك غادي نشرح المضامين ديالها. من بعد غادي نطلب من الإخوان ديالي في اللجنة التحضيرية باش ينسحبوا باش يوليو بحالهم بحالكم. المهم دابا حنا راهم جالسين انه القوانين كتقول هكا، ومن بعد غادي نختاروا الاكبر سنا والاصغر سنا. من بعد بطبيعه الحال غادي ننتخبوا واحد المكتب اللي غنخرجوا به اولا لخدمه المنظومه التربويه من اجل تسطير الاهداف المتوخاة من الاباء، ماشي من اجل المزايدات. راه ما باغينش نكون هنا كراد على كراد، ما باغينش هنا نكونوا نديروا زيد او عم، بقدر ما ان يذوب او تذوب الذات ويذوب المرء داخل هذا الفعل الجمعوي المتطور الذي نتوخى ان شاء الله الرحمن الرحيم نخرج بمكتب ان شاء الله الرحمن الرحيم في العاجل المقبل. فليتفضل. شكرا لكم الاخوه على الاستماع. لوضعكم في الصورة على الإجراءات العملية التي قامت بها
تفاصيل الصعوبات التي اعترضت الوصول الى هذه المحطه الاساسيه سنتجاوزها وندخل مباشره في الموضوع. اصدت جميع المؤسسات التعليميه سواء على مستوى الابتدائي او الاعدادي او الثاني عن طريق بريد المديريه الاقليميه لوزاره التربيه، مع ان جميع مديري المؤسسات التعليميه توصلوا بالانتداب الذي بطبيعه الحال ولا شك في ذلك انه بلغوا لرؤساء الجمعيه والتي التحضيريه. الواقع باش ما تفوتنيش الفرصه انتظار اخ رئيس الفيدرالية الوطنيه وكذلك اعتذار بالدرجه الاولى للاخ المنسق الجهه الشرقيه اخ مصطفى بكري اللي هو عضو المكتب الوطني كذلك انه نظرا في الوعكات الصحيه كان بوده ان يحضر معنا كذلك في هذا اليوم. اخوان لابد لكل جمع عام قواعد قانونيه ونحن نجتمع اليوم طبقا للظاهر 58 اللي هو قانون الحريه العام والذي ينص في طيته من خلال تفحصي مع اخوان ديال اللجنه التحضيريه انه كانت واحد الاجراءات اداريه تبعت وهي منصوص عليها في القانون وينص عليها بطبيعه الحال في الباب ديالو في الجزء الاول ديالو وبالضبط في الفصل الثالث من الظاهره 58 الذي ينص على انه يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعه والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويوقع عليه من طرف اشخاص يقطنون في العماله او الاقليم الذي ينعقد فيه ويتضمن اسماء المستمعين وصفتهم وعناوينهم ونسخه مسبق عليها لكل بطاقه من بطائقهم التعريف الوطنيه ويسلم هذا التصريح للسلطه الاداريه المحليه لمكان الاجتماع. هذا ما قاموا به الاخوان ديالكم من الناحيه القانونيه. إذن كذلك وجودي اليوم هنا ما جيتش غير هكا، أنا عندي انتداب بصفتي الرسمية هو هذا التالي النسخة الموجهة إلى اللجنة التحضيرية. نفس الشيء التزكية ديال اللجنة التحضيرية واللي بطبيعة الحال هذه اللجنة التحضيرية تمت تزكيتها من طرف المكتب الوطني وبالأسماء ديالها كلها هنا. نفس الشيء وجهت مراسلة إلى السيد باشا ديال مدينة ناظور حول هذا ما جاء على لسان الأخ عضو اللجنة التحضيرية. ثم كذلك هذه الأسماء كاملين وهذه الوثائق كلها أي بمعنى اجتماع اجتماع قانوني سلف لا تشوفه أي شريف وبالتالي ما سينبثق عنه من مكتب هو بمثابة مكتب قانوني ينطبق عليه اولا يطبق قانون الفيدراليه وكذلك كذلك مشروعيه هذا الجمع. هذا الفرع الاقليمي غادي يتاسس ما غيتاسسش غير هكا لكن سيكون طبقا للقانون هو فرع للمكتب الوطني. هذا المكتب الوطني اللي عنده الملف ديالو القانوني واللي بطبيعه الحال عنده وصل ديالو المؤقت ووصل ديالو النهائي واللي كيعطي الصفه اللي كيعطي الصفه ديال ديال هذا الفرع. هذا الوصل المؤقت وهذا الوصل النهائي اي بمعنى ان هذه الفيدراليه الوطنيه هي فيدراليه قانونيه. انا تعمدت انني نتكلم في هذا الجانب القانوني لانه لاعطاء الشرعيه اولا وكذلك لاعطائكم كذلك انتم الشرعيه باعتبار انكم ستؤسسون فرعا اقليميا. إذا حتى لا أطيل ربما سأنطلق مباشرة إلى المبادئ ديال والأهداف ديال الفيدرالية الوطنية واللي من خلال هذه الأهداف وغادي نقرأ جزء منها وإن كان ستعرض أمامكم ومن بعد غادي يمكن الإخوان ديالكم اللي غادي يشكل المكتب أنه يتوضع هذاك معنى أنه كيفاش كانت كيفاش كي ما هي الاهداف ديال هذه الفيدراليه. انا غنحاول نقرا بشكل عجاله ونتمنى على الاخوان باش نحترم على الاقل لانه البعد ديالكم والاخوان ديالكم ويوم ديناكم غير هكا ولكن نتمنى على اننا نتحققوا.
طيب غنمشي مباشرة للمادة الثالثة اللي هي في الباب الثالث اللي هو الأهداف. المادة الرابعة تنص في طيتها أولا الدفاع عن مكتسبات المدرسة العمومية الوطنية وحمايتها، حماية حقوق التلاميذ كما هو متعارف عليه دوليا، تمتين ومؤسسة العلاقة بين الأسرة والمدرسة، تطوير ودعم خطة العمل الجمعوي للأسرة وتحسين وعقلنة أدائه، دعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين وحماية مكتسباته والإسهام في الرفع من جودته، دعم برامج محاربة الأمية والتربية الغير النظامية، دعم برامج تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، الإسهام بالأفكار والمقترحات في كل ما يهم الشأن التربوي، التنسيق بين الفروع الإقليمية والفروع الجهوية وممتلي جمعيات أمهات وآباء أولياء التلاميذ في مختلف المجالس، منها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، منها المجالس الإدارية للأكاديميات، منها الجامعة الملكية للرياضة المدرسية، وتحيد رؤاهم وهذا هو الهدف ديالنا، ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهم ومؤازرتهم عند التأسيس في مساعيهم لدى الجهات التربوية المختصة ولدى السلطات المحلية ومراقبتهم في مشاريعهم التربوية الهادفة، تقوية قدرات الفروع الإقليمية والجهوية ومنتج جمعية الآباء في مختلف هذه المجالس. إذا نحن كنتواجدوا هنا باش كتكون عندنا واحد نفس الرؤى، باش ماشي الإخوان ديالنا في المجلس الإداري يكونوا كيمشيو في واحد الواد، حنا كنمشيو في واحد الواد باش تعرفوا أن الأهداف ديال الفدرالية الوطنية أن نكون جسما واحدا وكتلة واحدة من أجل بالدرجة الأولى أن نقوي العمل الجمعوي وعمل جمعية الآباء داخل المؤسسات وإعطائه الصورة الأساسية، أي يكون عنده مؤسسات ما يكونش يشتغل بواحد النوع من الارتجالية وواحد من التهور وكل واحد كيدير اللي بغا. البحث العلمي وكذلك تقوية قدرات المجالس، التنسيق والتعاون مع الجمعيات التربوية ذات الاهتمام المشترك وطنيا ودوليا ومع كل الجهات المعنية بالشأن التربوي التكويني في كل المجالات التي تهم مصلحات التلاميذ. ربما هذه النقاط والمرتكزات بالدرجة الأولى هي مختصرة ومقتضبة، ولكن كل وحدة فيها خصني تبارك الله انتم سيد عارفين خصنا أيام باش نشرحوها باش نشرحوا المفاهيم ديالها والدلالات ديالها وعمق وفلسفة هذه المبادئ. هاد الصفة وهاد التمثيلية وهاد المبادئ كتجعلنا أننا نصهروا، وأتمنى أن نكون في مستوى أن نحقق جزء من هذه الأهداف لأنها أهداف كبيرة ونبيلة، ومن سطرها وأسسها لهم باع كبير ولهم نضال قوي، وأخص بالذكر أخي محمد كنوش اللي هو رئيس الفيدرالية الوطنية والذي الآن هو في وضع صحي معين، حالة أولا الاستمراريه ولكن نظرا لنضالته، وأغلبية الإخوان يعرفونه، ولكن الحمد لله لجودة من الإخوة كذلك داخل المكتب الوطني والمجلس الوطني من أجل هذه التمثيليات. إذا هذه ربما أهم الأهداف، على أساس أن هذه الأهداف الغاية منها وهو تقوية عمل جمعية الآباء، ثم كذلك إعطاء دور ومكانة جمعية الآباء داخل هذه المؤسسة. هذه الأهداف هي كذلك عندها واحد الرؤى، واحد الآليات ديال الشغل تتجلى في العضوية، لتحقيق هذه المكتسبات ولتحقيق هذه الأهداف ولتحقيق هذه المبادئ يجب أن تكون هناك عضوية لهؤلاء الإخوة وهؤلاء الجل الذين سيتقلدون هذه المسؤولية والذين سيتحملون هذا العبء والذين ستكون لهم مسؤولية تدبير شأن جمعية الآباء، شأن الفرع الإقليمي للفيدرالية الوطنية داخل هذا الإقليم، سواء داخل المجال الحضري أو داخل المجال القروي، واحد كذلك بكل أصنافه وأسلاكه الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، ثم كذلك بما في ذلك التعليم الخصوصي، وكذلك مناقشته والمرافعة من أجله داخل الجهاز التربوي سواء على مستوى المديرية الإقليمية، على مستوى المدير الأكاديمية الجهوية، وكذلك حتى داخل المؤسسات داخل جمعية الآباء، داخل كل مؤسسة على حدة، وهنا تختلف اختلافات متعددة ما بين الابتدائي والإعدادي والثانوي، ثم كذلك بطيته وبمفاهيمه، كل هذه الرؤى وكل هذه التصورات وكل هذه الاهتمامات تجعل من
عضو داخل هذه الفرع يجب ان يفكر اكثر من اي وقت مضى الى اي حد يمكن تحقيقه او يمكن ان يحقق هذه الاهداف. اذا هي تقبل الفيدرالية الوطنية في عضويتها الفروع الاقليمية والفروع الجهوية، ثم كذلك من مختلف المجال من مختلف المكونات تمتع بالصفة القانونية ما هو نحن بصدده اليوم، الالتزام بمبادئ اهداف الفيدرالية الوطنية وقانونها الاساسي وكذلك نظامها ميثاقها التأسيسي ثم النظام الداخلي، وكذلك أداء واجب الانخراط، هذه قاعدة معروفة في كل المكونات. إذا هاد المبادئ وهاد العضوية غادي يمشي مباشرة للإخوان ديالي فيما يتعلق بتأسيس هذا الفرع وكيفية تأسيسه وكيفية تدبير هذا الفرع الإقليمي اللي منصوص عليه في الباب 14 واللي كينص في طياته الفروع الاقليميه وبالضبط في الماده 35 منه، والذي يسير بالدرجه الاولى من خلال جمع عام اقليمي، فهو ما نحن به اليوم، فهذا يعتبر جمع عام اقليمي مؤسساتي يؤسس لي في المرحله المقبله. هذا الجمع العام سينبثق عنه المجلس الاقليمي الذي سيكون فيه تمثيليه لجل الجمعيات. من طبيعة الحال طرحت سؤال على الاخوان ديالي في اللجنه التحضيريه اللي كانت مكلفه بلجنه الضبط العضويه، وطرحت سؤال واش الاخوان جايبين الملفات القانونيه ديالهم حتى تكون لهم صفات الشرعيه وصفات الحضور. يعني ما يمكنش يكون عند معنا جالس واحد اللي هو مثلا كاين ولكن ما عندوش جمعيه الاباء، او مثلا ما عندوش مكتب ديالو قانوني. يمكن ماشي ضروري اننا يكون الوصل نهائي، ولكن على الاقل يكون عنده وصل الوقت متجاوز مثلا ل 60 يوم، معنى انه راه بمثابه وصل النهائي. الباب 15 هذا الجمع العام هو يتكون من طبيعه الحال من منتدبين عن جمعيه الاباء وامهات اولياء التلاميذ المنخرطه في جامعه تلاب طبقا للمسطره المحدده في النظام الداخلي. ينعقد هذا الجمع العام الاقليمي كل 3 سنوات، وكلما دعت الضروره لذلك بقرار مكتب الفرع الاقليمي او من ثلثي اعضاء المجلس الاقليمي، ويعين تاريخه ومكانه وجدول عمله. المادة 37 يعتبر الجمع العام الإقليمي قانونيا بحضور ثلثي أعضائه في مرحلة التجديد، ولكن في مرحلة التأسيس بمن حضر وإلا أجل لمدة لا تتجاوز شهرين. المادة 38 يعرض مكتب الفرع الإقليمي تقريرين أدبي هذا في مرحلة التجديد وفيما بعد مرحلة التأسيس حتى وتكون لجنة الرئاسة والأعضاء المشكلين ومقررين إلى آخره. المادة 39 هذا الجمع الإقليمي كذلك هو عنده الصفات ديالو، إذا بمعنى أن هاد الإخوان ديالنا اللي جالسين اليوم بالنسبة إلينا هذا المجلس الإقليمي هو الذي سيتتبع وسيتابع خطوات المجلس الإقليمي الذي سينبثق من هذا الجمع الإقليمي، أي بمعنى جميع الإخوان الحاضرين هنا هم بمثابة أعضاء المجلس الإقليمي لمدينة النظر. من هذا المجلس سينبثق المكتب الإقليمي. إذا هذه هي الرسالة وعمق وفلسفة الفيدرالية الوطنية، باش ما نقصر حتى شي واحد. إلا ما كنت أنا اليوم في المكتب الإقليمي، أنا بعد راني في المجلس الإقليمي. أنا مهمتي في المجلس الإقليمي هي تبع العمل ديال الإخوان ديالي في المكتب الإقليمي داخل هذه الأسئلة وداخل هذه المدينة. هذا المكتب الإقليمي يتكون على الاقل من 17 عضو. لماذا؟ اولا احنا كنعتبروا خصوصيه الاقاليم لان هذه مدينه، والمدينه فيها العمل القروي وفيها العمل الحضاري، ثم كذلك فيها عنصر نسوي للاسف الذي ما عرفتش مع الاسف كاين تعذر ديال العنصر النسوي، ولكن لابد ان تكون هناك خطه، ولكن اذا ما كانتش المبنيه الداخليه ما عرفتش ما كانت من عدد تفحص للملفات القانونية للإخوان، وبالتالي ستكون هناك تمثيلية للقطاع النسائي باعتبارهم أنهم جزء لا يتجزأ من المكون البشري، وكذلك في إطار مقاربة النوع. هاد 17 عضو اللي غادي يكونوا على الأقل غادي يكونوا منهم رئيس، وغادي يكونوا منهم نائب، يعني جوج نواب اللي كنعطيو الصفة التمثيلية لكل الإخوة. هادشي باش قلت أنا الهدف ديالي هو انه نجمعوا الشمل،
لا يهم من يكون رئيسا بقدر ما يهم ان يكون عضوا، وان اعتبر نفسي عضوا داخل المكتب الوطني، ولا تهم مناصب ولا المسؤوليات ولا تقلد المسؤوليات المباشره. كاين كذلك الكاتب العام ونائب ديالو، كاين امين المال مكلف بتنميه الموارد الماليه، امين المال مكلف بتنميه الموارد الماليه، وكاين نائب ديالو بطبيعه الحال، وباقي الاعضاء هي فلسفه الفيدرالية الوطنيه، وهذه فلسفه كذلك حتى تنبت من المكتب الاقليمي، من المكتب الوطني الى المكتب الجهوي والى المكتب الاقليمي. هناك اعضاء اللي كنعرفوهم كاملين انهم كيتعتبروا مستشارين، حنا بالنسبه لنا يعتبرون اعضاء، هم نواب للرئيس مكلفين بمهام، اي بمعنى حتى داك السيد اللي كيشوف راسو فين هاد الدبان مرات وانا درت في واحد المجموعه الاقاليم، باعتبار انني مكلف بالعلاقات العامه، بعض الاخوان كيقول لك انا غير مستشار في المكتب ما عنديش قيمه، حق هذاك الرئيس ولا هذاك الكاتب ولا هذاك الامين هو اللي عنده الصيغه. لا سيدي، انا كنقول لك راك مستشار، وانا قلت قبيله في الكلام ديالي انه انا تلميذ امامكم، اعتبر نفسي تلميذا وسأظل ذلك التلميذ، لانه العمل الجمعوي يجب ان يتقلده المرء بنوع من التدرج وبنوع من الاستمراريه، حتى يتلقى اكثر ما يمكن تقنه، وحتى يتفهم اكثر ما يمكن تفهمه. اذا على بركه الله، من بعد من خلال هذه الشروحات ديال المواد الكثيره، انا غادي تفتح فرصه ديال الماده 42 الماده 43 الماده 44 اللي كتعطي الصفات القانونيه ديال هذا المكتب الوطني، واللي كتعطي تدبير العمل ديالو. ثم بطبيعه الحال هذا القانون الاساسي هو مؤازر ومتكامل معه النظام الداخلي اللي بطبيعه الحال اللي كيعطي اليات دقيقه والجزئيه، واللي بطبيعه الحال انتم كذلك ستكونون مسبق عليه من خلال هذه المنظومه ديال هذه الجمعيه. اخوان والاخوات، اعتذر ما كاينش اخوات، اخوان، هذه بعض التوضيحات وبعض المفاهيم فيما يتعلق بفلسفة الفيدرالية الوطنية وأهدافها ومراميها. مع الأسف ما يمكنناش نديروا المناقشة، لأنه هذا قانون هو مسبق عليه في المؤتمر، وبالتالي كل الفروع الإقليمية وكل الفروع على الصعيد الوطني وكل الفروع الجهوية هي بمثابة مسابقة قبلية من لدن المؤتمر الذي كان في مدينة أسفي سابقا، وبالتالي يطبق، هذه مسألة طبيعية، باش قلت لكم الآن الفرع يسمى الفرع ديالكم كيتسمى فرع إقليمي، ولكن عنده استقلالية، باش ما يفهمش شي واحد على أنه راه كاين ديال المكتب الوطني وغادي تاخذ المراقبة ديالو، لا، أنتم تشتغلون باستقلالية محضة وبحرية مطلقة مع تطبيق القانون الله يطول عمرك. إذا انا تكلمت كثير غير باش ما نخليش اللبس وما نخليش الغموض وما نخليش الضبابيه تكون فيما بيننا، باعتبارنا اول لقاء هذا، وباعتبار انني ملزم باش ندير هذه العمليه. اذا على بركه الله، التمس من الاخوه ان كان ممكنا، باعتبار انه من خلال الاخوان ديالنا في لجنه الضبط العضويه سي يوسف، تم فتح نقاش لاطلاع بعض الملاحظات فقط. ملاحظات فاش؟ في القانون الاساسي في طيب، لا، لانه تمت فيه المصادقه من قبل في المؤتمر، وبالتالي يلزمنا جميعا. لا هذا لا يمنع، هذا لا يمنع ان تبدا بعض الملاحظات يتم نقلها من طرف الممثل الى المؤتمر، اذا ما يتم تنظيم مؤتمر ومناقشتها يعني. شكرا الاخ، نعم. الله يكبر بك، نعم. شكرا جزيلا، لانه فعلا نحن في حاجه في المكتب الوطني ان الاخوان ديالكم اللي غادي يكونوا تسمعوا معكم، راه الاخوان ديالكم في المجلس الاقليمي والاخوان ديالكم اللي غادي يطلعوا منتخبين في المكتب الاقليمي راهم غدا غادي يوليو بعد رئيس الفرع الاقليمي هو عضو ولاحظ في المكتب الوطني، يعني هذا اللي غادي يطلع غدا الفرع الاقليمي غادي يكون هو عضو داخل المكتب الوطني كعضو ملاحظ. اكثر من ذلك، ستكونون اعضاء هذا الاقليم باذن الله، غادي يكون اعضاء منه
في المجلس الوطني. ثم اكثر من ذلك راه ديجا بعد عندكم الاخوان ديالكم في المكتب الوطني، فمدينه الناظوره كانت ممثله من قبل في شخص الاخ وليد. ثم اكثر من ذلك نحن نشتغل في عمل موحد، في عمل تشاركي. اليوم واتمنى انه زودنا بها وتعطيوها للمكتب ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونهفدوها نحن كحموله، وهذه رساله ديالكم، وتكون تقويه للاليات لجنه القوانين اللي غادي نمشيو لها ان شاء الله الرحمن الرحيم الى طول الله العمر وكنا فيها كاملين. اذا لا اسمح لي، يعني كلامك يعني صائب، ولكن لا الان لدينا يعني مجلس اقليمي جمع عام لا بد من اجراء القرار، لان المكتب الذي سيشكل له يعني صلاحيه يعني تمرير بعض النقاط والتشاور مع المكتب المركزي، ولكن لا يعقل ان يكون هناك جمع عام وان لا تكون هناك مداخله. اعتقد انه هذه من الاعراف العمل الجمعوي، لا اعرف لا انه وان كانت هناك يعني مصادقه قبليه، ولكن لا بد الحضور ان يبلغ الدلويت ان يقترح مرحبا ماشي مشكل. خارج الاقليم ونشكرهم على هذه المهمة التي تدخل في إطار أنه دائما إصلاح المنظومة التعليمية بصفة عامة والوقوف أمام بجانب أمام التلميذ، وخاصة أننا نحن يعني مؤخرا هناك يعني بعض المستجدات فيما يتعلق بمجانية بين قوسين التعليم. لدي بعض الملاحظات فقط، أولا فيما يتعلق بالأهداف ديال القانون الأساسي، هناك ربما إغفال أنه الشخص ذو الإعاقة، التلميذ ذو الإعاقة، أنه ربما أنه يعني إضافة أنه يعني تنسيق مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة فيما يخص وضعية التلميذ ذو الإعاقة داخل المؤسسة التعليمية. أعتقد أنه هذه المسألة يعني مهمة جدا في إطار يعني لا الدستور فصل 34 لا الاتفاقية الدولية ولا المنظومة القانونية التي يعني نحن بصددها بالمملكة المغربية. أعتقد أن هذه النقطة يجب أن ترفع إلى المؤتمر الوطني إن شاء الله، يعني وهذه مكتسبات يعني بالنسبة لل يعني النقطة المتعلقة بأعضاء مكلفون بمهام، يعني لا يمكن أن يعني أن تكون كلمة عامة يعني فضفاضة، لا بد من تحديد المهام، لأن لا يمكن أن عندما تكون هناك يعني لائحة المكتب الإداري لا بد من توضيح هذه المهام. لا يمكن أن مثلا الرئيس نائب الرئيس كاتب يعني لا يمكن أن نكتب مثلا أعضاء مكلفون بها، لا بد من توضيح المهمة. نعم. بالنسبة منتدى بين الاثنين، أعتقد أنه يعني بزاف منتدى بين الاثنين، يعني لو كان مثلا الجمعيات دخلوا كاملة عطاو جوج ديال المنتدبين، يعني أعتقد أنه منتدب واحد أفضل. جمع عام؟ نعم، لا في المجلس. 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 لأن كل إلى كل واحد إلى كل جمعية عطات جوج يعني غادي. فيما يخص النظام الداخلي، أعتقد النظام الداخلي لا يناقش في في في, في الآخر في الجمع العام. يناقش داخل المكتب الإداري، لأن المكتب النظام الداخلي هو يعني يحدد علاقة الأعضاء داخل المكتب، وبالتالي يعني لا يناقش داخل. بالنسبة للنقطة، واحد النقطة يعني استفسار فقط، يعني منين دخلنا أنه سمعنا أنه الأخ أنه كانت هناك كان هناك جمع سابق أحد لتنظيف الفيدرالية سابقا، يعني أعتقد أنه هل هذا المكتب كان له تزكية من أجل تنظيم هذا الجمع الآن؟ واستسمح وشكرا. طيب شكرا. اريد اعرف الشروط لاننا كنشوف واش رجل التعليم غادي يكون في المكتب الفيدرالي، لان مثلا التجارب اللي سابقه هنا في الاقليم كنشوف اذا كان رجل التعليم او فيدراليه، ومع علم ان رجل التعليم كيكون مسؤول عليه النائب، مسؤول عليه الوزير، مسؤول عليه اللي كيسميتو، واش كاين هاد الشروط اللي كتنص عليه القانون اساسي ان رجل التعليم غادي يكون يعني عنده حق، الحق غادي يكون منخرط في هاد المكتب الفيدرالي. ما يمكنش القانون الاساسي تسطر فيه كل جزئيه بحذافها، فهناك نواب الرئيس، كاين الناطق الرسمي باسم المكتب، كاين مكلف بالتنظيم، كاين مكلف بالعلاقات العامه، مكلف بالحكمه، التواصل الداخلي والتوثيق، التواصل الخارجي بالاعلام والنشر، الشؤون القانونيه والمنازعات، التنشيط التربوي، الدراسات والابحاث،
تكوين مكلف الحمل القطاع النسائي العرض التربوي العمل الاجتماعي التعاون والشراكه ذوي الاحتياجات الخاصه اشخاص ولا لا مصطلح لا ولا انا كنقول اللي كان عندنا انا استاذي انا قلت لك راه كاين نظام داخلي قلت لك هذا القانون راه داروا خبراء بكل تواضع خبراء في المجال وبالتالي لهم الحمد لله واحد باع بكل تواضع في العمل اذا هناك مجموعه من اكثر من دائره مكلفين الابتدائي والثانوي والاعدادي اذا وكاين منسقين ديال هذه الجهات كما هو بالنسبه للمولاي مصطفى بكري اذا هاد التفاصيل كلها تكون في النظام الداخلي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون لكم فرصه اذا فيما يتعلق بالتساؤل ديال الاخ الثاني اللي ما عرفتش الاسم ديالو واش رجل التعليم عنده الحق اعتقد القانون كيقولوا ودي ما يكونش رجل التعليم الا سمحتي بلاتي وفي نفس الوقت هذا راه جاي من جمعيه الاباء بمعنى راسه قلتوا عليه درسوا وبالتالي اليوم جا باش يكون واش غيكون حضور الطبيعه بطبيعه الحال غادي يكون في المجلس الاقليمي وبطبيعه الحال غادي يكون حتى في المكتب الاقليمي بمعنى انه لا ما كاينش اشكال وما كاينش لغه لانه اللي عنده الحس الجمعوي من اي مهنه كان ينتمي اليها راه بمثابه مسير وبمثابه عمل اذا على بركه الله ساعلن انسحاب واستقاله اللجنه التحريريه باحترام واعتبر ما قاموا به من قبل وسألتمس إلى سمتوني من الأكبر سنا والأصغر سنا اللي ما يترشحوا يجيو يشرفوني شي واحد من الإخوان الأكبر أكبر سنا والأصغر سنا اللي ما يترشحوا ما يطول عمركم ها أكبر تبارك الله والأصغر دابا الا سمحتوا لي غادي نمشيو شويش متعاون نطلب منكم تصبروا معايا شويش لان انا لاباس شويه فيها لاباس نطلب شويه من الاخوان ديالي ابتدائي نشوف واحد الجهه ثانوي نشوف واحد الجهه ندور على شكل ثلاث مجموعات ديال الاخوان اللي الله يطول عمركم ابتدائي شويه هاد الجهه في اللجنه التحضيريه ولم تبقى الان ولكن يبقى بما التعاون ديال الاخوان ديال واش المدير الاقليمي الاخ عضو المجلس الاداري واش المدير اذا كان من الممكن الجمع العام نعطي واحد الكلمه غير بسيطه وجوج كلمات للاخ اللي هو المسؤول اللي غادي يسير اي المجلس لا انا راه ما غنمشيش لا اي عضو من اللجنه التحضيريه ان يقوم باي عمل لا ينحاز ويمشي هك وهك نحن لسنا بالناس اللي غادي يمشيو للمسؤولين هي واحد الحاجه انه الناس بسمناهم على يكون الاعدادي الثانوي الابتدائي النجم ديال الاعدادي بوحدهم الثانوي بوحدهم غادي نشوفوا التبديليه الى كان ممكن يعطونا مثلا جيت زغرغان واحد جيت ليسار واحد جيت قريه واحد العروين ولا خط توافق اي واحد التوافقات الاخوان ديالي هاد التنتينيه هكذا لانه خصها تخرج على الاعتبار باش ما تصيبش حتى شي جهه باش يكون واحد النظام سير التنتينيات ديال البلديات عندنا تنتينيات البلديات مزيان يعني البلديه والنواحي ديالها ملي كنقول بلديه هو البلديه والجماعات المحيطه بها العروي والجماعات المحيطه بها القريه وقابوياوا بنصار صغار يعني ثمانيه عطاو جوج وعطاو الحصه عاوتاني الناظور مثلا الناظور فيها مجموعه المدارس كثيره عطاو واحد الحصه اكثر من داكشي وتكون المقاربه ديال الاعدادي تمثيل الاعدادي والثانوي والابتدائي يعني هذا واحد الحل ومقترح كيفاش يتم هو دار واحد لجنه الترشيحات واحد ثلاث ناس ولا اربعه اختلوا بعضياتهم وتكون التمثيليه حنا شوف انا كنقول بامانه ورساله الناس راه حسب القيمه عليها انه راه صعيب باش نقول راه نتكلم ديك السوق ديال اليوم وما نقومش بالواجب ديالي راه كيطلب واحد المجموعه ديال التحركات اقليميا جهويا ووطنيا غتبقى تدفع من جيبك راه
راه ما عندي لا ميزانيه لا والو، راني جاي من المال الخاص، الاخ ديالي يمكن جاي من المال الخاص، وكلنا اخ وليد راه كان كيمشي من نظر باش يعرف راه كيمشي لا لا كنقول كنقول الان هذه التمثيليه خاصها تخاف بعين الاعتبار، يعني شي واحد غير يحكي مالك ديالك غير يحكي وقته وما يقولش ودي انا غادي ندخل الفيدرالية حقا باش يشوفوني في المديريه الاحتياطيه باش ندافع على ولدي ولا على بنتي، دافعنا على ولاد الشعب، دافعنا على الرئيس العمومي، عاونونا بالدرجه الاولى المهام التي هي موكوله الينا كاباء، ماشي من اجل المزايدات، ماشي من اجل باش بلاصتي، ماشي باش 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 ندير شي حوايج، اذا الله يطول عمركم خذوا بعين الاعتبار هذه الخاصيه، لان اذا كان المكتب قوي وفيه رجالات للاسف ما كاينش نساء ويكونوا فيه نساء غنطلب من المكتب اللي غادي يبات على هذا الجمع العام انه يدخل معاه عنصر نسوي استثناء باعتبار انه يكون ما يسمى بمقاربه النوع بالنسبه للمكاتب ديالكم لان راه عندكم في كل مكتب اعتقد معكم اخوات في المكتب اذا كانوا حالوا الاخوات ولو يمكن يتم انتدابهم من طرف كل جمعيه ويدخلوا في المجلس الاقليمي ويدخلوا كذلك في المكتب الاقليمي لانه حتى غادي يحتاجوا في المجلس الوطني وفي المكتب الوطني. إذا هذه الأهداف بالدرجة الأولى، إذا ما فيها باس ندير واحد ورقة علي بوشان ابتدائي إعدادي ابتدائي تخي بيان، المنطقة الثانية صغرغر أو العروية العروية والإخوة اللي لا تكلمنا على مستوى الثانوي الابتدائي الابتدائي اللي كاين تشويش زويد إخوان إخوان لا تسميو شرطه العيد انت قلت لي عندك لا انت قلتي لي سميتو تفاهمي لي لا تقول لي نوضوا الاخوه متابعين عرفوا عندنا الصباح كان عطيونا حاسي بركان حاسي بركان وسجل ابتدائي حاسي بركان خلي الاعدادي خلي الاعدادي خلي الاعدادي ماشي خليك تبدا تسال وصول انت نقي ولا حنا بحال بحال انا ما غاديش نقول انا ماشي
ما عنديش هدف رئيس، عندي قانون كيقول لي نكون معكم في المكبر ماشي نجلس ليه، ولكن بغا ندوز واحد الديمقراطيه كيطلب لنا واحد المكتب واحد الشفافيه. الله يرحم الوالدين الهدوء، واش تقدر تعطيو واحد واحد غادي نخليو تهزو واحد من العلوي تسجلو بلا ما يهزو مع ثلاثة أربعة، يهزو ثلاثة أربعة غادي نرجعو للديمقراطية الصندوق. تمت الشملة لهذ القضية راه تكملت صافي. شوف الطرح ديال الأخ ديالنا سي سحولي جرب جرب لا لا صافي راه تمت اللائحة عاود تنوليو شوف الهدف كان هي الأخ يبدا تستفيد عافاك وما تعرفوش شملال الله يكثر خيركم شوية ديال التعامل. مكتب قوي، مكتب متراس، يد واحدة. إذا كان واحد من الزغنغن بحال راه من ناضو، بحال راه من سلوان، بحال راه من 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 ثقافة عفاكم لما ما ندخلوش في هذه اللغة، لأن أنا ملي قلت هذه المناطق علاش؟ احتراما لكم ولمكانتكم. أنا اللي بغيت هذه التمثيلية في 20 حال أنه يكون الإخوان ديال الفيدرالية الإقليمية كيتكونوا مع المكونات كاملة. ولكن ديروا الحساب راه قد يكونوا اجتماعات، قد غادي تكون واحد مجموعة مهام، قد تكون خراطات، راه اللي ما عندهاش عافاك سيدي الله. إلا كاين دار جيج وكيسميتو عامل لها الجمعية هذا اللي كان شكرا بالعفاوي الله يكبر بك شكرا سيدي. إلا سمعتوا الآن حنا دابا تقريبا تجاوزنا ابتدائي نقول تقريبا كملنا. بالنسبة نمشيو غير نرد عليك بالنسبة للثانوي، الثانوي شكون من الإخوة اللي كاين في الثانوي؟ خمسة بكم عطيونا مثلا بالنسبة لهذو دابا كلكم في منطقة واحدة؟ لا يلا عطيونا التمثيلية ديالكم يلا ماشي مشكل لا عطيونا بني شيكر بني شيكر بني شيكر فرخانة فرخانة بني شيكر وليد بني شيكر فرخانة يلا لا لا الأخ محمد مصياص محمد مصياص محمد مصياص محمد مصياص بني شيكر فرخانة وليد الأخ وليد أخ وليد بن نصر حمداوي محمد سي محمد الحمداوي سي علال الفارس سي علال الفارس على البلدية على سيد علال الفارس مزيان طيب إعدادي إعدادي لا لا غير ما فيها باس إخوان الإعدادي فين هو الإعدادي؟ الإعدادي ها هو لا ما كتبتش سميتها مازال كاين واحد سي كاين عزيز عزيز زانوجي عزيز زانوجي في الإعدادي شكون آخر في الإخوان في الإعدادي؟ ها شكون؟ لا غير سمية ما فيها باس حسان بوثاقة حسان بوثاقة زايو حسان بوثاقة زايو شنو المنطقة سيدي؟ بلدية زايد زايد ناظر عبد السلام عزيزة عزيزة بلدية ناظر ميمون بوت سبقاتر ميمون بوت سبقات ميمون بوت سبقات شنو الجمعية؟ إعدادية شنو من إعدادية؟ كاين الوصل 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 وصل نهائي اسمح لي سي الوالد غادي نكون واضحين السي شمال انا الرئيس ديال جمعيه ثلاثه ديال اعداد القصر بالضبط وعطيت الانتداب للسي ميمون مستقات وانا نائب الرئيس في الثانويه ورئيس جمعيه ثلاثه ديال الاعداديه وما يجاوبناش لا لا ممكن يكون الثانوي سي انا كان في الثانوي انا ممكن صافي صافي ممكن الانتداب ديال السي ميمون هكا أول
اولا بالنسبه ليا عندي كسميتو مطالبه من كسميتو اللجنه التحضيريه عندي نقاط خصها تدرج وخصها تعاود تجمع العام بشكل من جديد. نقول لك علاش لعده اسباب. اولا طريقه ديال التنظيم غير لائقه، هذه من جانب. من جانب ثاني بما ان الاقليم كبير خصو دورات على المدن او الجماعات، مثلا جماعه العروي والنواحي ديالها فيها مثلا 70 ولا 80 جمعيه تندار لها دعوات، او سواء كانت شخصيه الجمعيه الرئيس ديالها والى اخره، المهم تندار دعوات محليه في العروي. اسمح لي استاذ، تندار واحد محليه في العروي يجتمعوا انت واحد ولا جوج ولا نص ولا المهم يقدموه للمكتب باش يجي يصور كذلك الصخرة كذلك الى اخره، وتكون داك الشيء منظم حتى الجو غيكون ملائم ديال التصويت. اما هذا الشكل اللي كاين هنايا مجرد غوغاء ما كيسمحوا ليه بين قوسين مجرد غوغاء. السي الحمداوي ابتدائي السي علي بوشام، اعتذر الى غلطت في شي اسم ديال شي اخ من الاخوه اللي حاط لي على مستوى النطق. رقم جوج الاخ نفيس، الاخ رقم ثلاثه سعيد اسبعي، سي محمد الناصري، سي القاضي سعيد، سي ياسين بلاد، سي حسن البراد البرادعي او البرداوي، سي علي فهري، السيده فريده البراق، سي يوسف جمال، سي عمراني عبد القادر. فيما يتعلق بالاعدادي سي عزيز زانوجي سي حسان بو سي حسان بطاقات، سي عبد السلام عزيزة، سي ميمون بطاقات فيما يتعلق بالثانوي سي محمد العنالي، سيدي شكون؟ حفيظ غدان ماشي مش التاليف اللي باغي اللي ساجي من طاقة سيدي سي حفيظ شملال هو عضو المجلس الاداري كيدوز بقوه القانون، صافي ماشي مشكل. راه حيت ما تكرش اسماء ديال الثانوي العام، السي محمد العنالي، السي محمد نصياص، السي وليد عثماني، السي محمد الحمداوي، السي علال فارس، هما دول الاخوان. نعم سيدي، اذا سمحتوا الان هنا مزيان عندنا 26 غادي ناخذ كريم غادي نحتفظوهم ب 26. دابا غادي نجلسوا هاد 26 نخرجوا الى ما عادش انا عضو مجلس اداري نخرج واخا بقوه القانون كندخل الا ما كانش تراضي بيناتنا بقينا غير في 26 غنتراضوا على 21 ولا 17 ولا 19 ولا 23 اللي ولي في الوقت اللي ولوا انا نسحب انا عايد لكم نسحب الى 26 عافاكم الله يطول عمركم عافاكم باش نخليو حيت الهدف اللي كيتكلم اللي كيتكلم تلقي الله من الوالدين. الهدف ديالي وانا ما كنفهمش نسير الجمهور العام وانا ما كنعرفش نسير. الهدف ديالي هو هاد 26 وهاد الاخوان تبارك الله اللي تم اختيارهم في هاد المناطق
أنا بالنسبة لي بمثابة حسب الإقليم وباقي الإخوة كاملين المتبقى الذين لم يسجلوا أسماءهم هم أصلاً أعضاء المجلس الإقليمي وكل ودرستنا وكل الجمعيات التي ستلتحق بهذا الفرع المباراة قد يكونوا أعضاء في المجلس الإقليمي أي بمعنى حتى إذا شي جمعيات تقطع اليوم الأمر باش ما جاوش اليوم وشفتوهم أنهم باغيين يخدموا معكم ويتعاونوا معكم يدخلوا معكم في المجلس الإقليمي إذن على بركة الله هل أطرحوا سؤال مصادقة ديال 29 نعاودوهم نعاودوهم أسيدي نعاودوهم أسيدي لا صافي تسالا راه اللي قال الجمع العام صافي تصدق قبل ما تشوف غادي 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 نكمل غادي عليكم حيت راني غير محطوط واحد اخرى المسؤوليات الله يطول عمركم غنطلب منكم قبل ما نمشيو مرحبا بك اسيدي امولاي اشرف الله يعطيك الله يعطيك حيت خير بارك على بابا مرحبا بوالدي عافاك سي 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 شملاد سي شملاد عافاكم الله يطول عمركم غادي قبل ما نرفعوا غادي نخليو الصلاحيه 29 يشكلوا المكتب بيناتهم هما اللي غادي يعطيونا رئيس ونواب الى اخره وغادي نكون معاهم ان شاء الله قبل ما نروحوا للجلسه لابد ما نقراو برقيه الولاء مرفوعه والسده العاليه بالله والصحه الزينه للملك محمد السادس نصر الله مرفوعه السده العاليه بالله حضر صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده مولاي صاحب الجلاله بمناسبه تاسيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التعليمين بالمغرب فرع الناظور يوم 1 يناير 2017 يتشرف رئيس المكتب الفيدرالية الوطنية بفرع الناظور أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الإقليمي والمجلس الإقليمي وعن جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ بمدينة الناظور بتقديم آيات الولاء والإخلاص إلى المقام العالي بالله حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤكدين تشبث الجميع بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم والمستمر وراء جلالتكم ليتبوأ المغرب في عهدكم أسمى مدارج الرقي والازدهار حفظكم الله يا مولاي وجعل النصر حليفكم وأسدل على جلالتكم دوام الصحة والعافية وحقق على يديكم الكريمتين ما يسبو عليه ما يسبو اليه شعبكم الوفي من كرامة وعز ورفعة وسعادة دعنا المولى جلت قدرته ان يجعلكم فخرا وسندا لهذه الأمة وقائدا لمسيرتها التنموية وضامنا لاستقرارها وأمنها ووحدتها وان يقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة خديجة وأن يشد أزركم بسموكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أسرة الملكية الشريفة إنه سميع الدعاء والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته يوم 1/1/2017 عن المكتب فرع الإقليم تخليونا غير 26 هنا نجلسوا بيناتنا ونتفقوا شي شويش على هاد التشكيلة لأن نتفقوا مع نتوما هكاكو يكون عندكم شوية ديال تسعة الخاطر أنه يكون تناغم في المكتب حتى الإخوان اللي طيروا وما كانوش معاكم ولا ما جاوش ولا 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 وعندو نفس الروح نفس الاهداف نفس المرامي وباغيين يمشيو معكم ندخلوهم في المكتب ندخلوهم في الجمع في المجلس الاقليمي ما عندنا حتى شي مشكل لانه الهدف ديالنا هو الحمد لله انتم هنيئا لكم انكم معكم اخ اللي هو عضو المجلس الاداري واللي كيبنوا الصوت ديالكم في هذه المجالس من المدينه ديالكم ومن الاقليم ديالكم وكذلك عندكم اخ سي وليد اللي هو عضو كذلك المكتب الوطني واللي كيمثل المنطقه ديالكم على مستوى المكتب الوطني وبطبيعه الحال نتوما تبارك الله دابا هاد الاخوان هادو اللي كاينين دابا هما اللي غادي يقويو هاد العمل ديال هاد الاخوان بجوج هذا هو الهدف اذا على بركه الله ندير واحد النوع من الطراري على قضية
انت منصب الرئاسه، ومن نقولوا منصب الرئاسه نقولوا لنفرض انا نقول رئيس غيتقدم مثلا عرفت واحد الا كان واحد من بعد، واذا كان جوج نقولوا واحد يكون رئيس واحد يكون نائب، واذا كان ثلاثه نقولوا واحد يكون رئيس واحد يكون نائب واحد يكون نائب، وحتى اذا كانوا اكثر من هذا العدد واحد نعطيه المسؤوليه هنا واحد نعطيه المسؤوليه هنا، نقسموا اعطيات. علاش؟ لان تجمع واحد كيما كيقول السي الاخ ديالي السي شملاف، وهي يكون التناغم. هذا هو الهدف ديالي، راه كلكم رؤساء وكلكم مرؤوسين وكلنا اعضاء، كلنا اعضاء، راه ما كاينش فرق بيناتنا. فالله يجازيكم بخير، ذوبوا الداس وزولوا الانا وزولوا ذاك اللغه ديال انا من هاد البلاصه ولا من هاد البلاصه، لان لاحظت انه كاين شويه ديال سميتو. حاولوا تمشيو في هذا السياق ديال نتعاملوا كامل. واحد اللي كنشوفوه مؤهل كتوفر فيه الشروط التاليه: اولا الاستقامه ديال التوافق الكامل ديالو، الروح الماديه لان هادشي كيطلب شويه ديال الفلوس، الروح ديال تضيع الوقت راه غادي يتنقل، غادي يبدا يمشي، غادي يبقى يتحرك، غدا غادي يمشي للجهه، بعدو غادي يمشي للوطن، معنى انه غتكون تحتيات الاقاليم راه غادي يبداو يمشيو يلعبو كيفكم من النظر حتى العيون، يعني من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب. فخ شويه ديال التضحيه، خ شويه ديال التعاون، خ شويه ديال الصبر، خ شويه ديال المساهمات. انا كنقولها بصراحه، راه بغينا شويه ديال كنقولوا الثقافه المعنويه بالدرجه الاولى، ماشي ضروري يكون كرات الميرا، غير يكفي انه يكون متواضع. والعبره راه ماشي شكون انت، قولي شنو عندك هنا. إذا الله يطول عمركم، من يرشح نفسه لمنصب الرئاسة؟ نعم سيدي، بلاتي إخوان أنا معك حتى مش مشكل، فاهم عمركم، الله يطول عمركم. شكون اللي باغي يرشح نفسه للرئاسة؟ يقول لك أنا أستاذ وأنا مدير وأنا خدام في النيابة، أنا عندي الجمعيات كان عارفو كدا، واللي مثلا غير ميكانيسيان ولا غير حمام، يكون شويه اللي عنده لعب في مزيان، يكون مزيان. انا كنشوف دابا اللي ما درش شغل الرئاسه ينوض هنا 10 دقائق يقول لنا سمو غادي فاش غادي ينفعنا. انا مسؤولين غندير واحد كاملين ما عرفوش، انا ما نعرفش كنعرف اسيدي اذا قررنا ولا عرفت، ولكن بزاف الناس ما كيعرفوش. غادي نديرها غادي يقول لنا سمو عندهم الفكره غادي نديرها غادي نديرها غادي نصور غادي نديرها غادي نديرها شوف اسمع واخا اسمع لا 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 اسمع عزيز زابوجي عزيز زابوجي زابوجي يوسف جامع يوسف جامع يوسف جامع شنو سكتي؟ مراد اثناء منين درنا الاعضاء، الناس اللي خرجوا تشاوروا بيناتهم،
خرجوا كاملين بالاخر بواحد العضو ديالهم اللي غيمثلهم. خرجوا الناس ديال العلوي داروا واحد، خرجوا الناس ديال سلوان داروا واحد، خرجوا الناس الاخرين داروا واحد. اما شتا انا في هاد السبعه خرجوا باش يتوافقوا بيناتهم، جابوا جوج سميات، زادوا جوج سميات، كانوا درنا نديروا جوج الناضو صدقنا، دخلوا ربعه وترشحوا بربعه للرئاسه، بيناتهم ما كانوش فاهمين باش يصوتوا في الاول ولا يديروا قرعه بيناتهم. ديال الناضو ديال الناضو كان هذا الربعه كاينين تما ديال الناضو بربعه باش يهضروا بيناتهم يديروا قرعه ولا ينتخبوا، ما تفاهموش سجلوا راسهم بربعه ترشحوا للرئاسه بربعه. انا نجاوبك غير غريبه بعد النقاش. لا استاذ استاذ ناضر خلينا نجاوبوا. الله يرحمه، غير ناضر بطبيعه الاعتبار دينا بعيد الاعتبار وين قسناه يعني هو اربعه نقسناه. لا وقدني المنطقه قد كيما زغنغان قد كيما زغنغان وانا واحد قمر اذا مدي زغنغان اذا مدي بوي فرور اذا مدي حد اذا بني سيدا اذا مدي يعني فاسي جندروس من القانون المسلسل. ولا نسيو الخمانية. إن الكما يمزو تكشف ثاني النظر تكشف ثاني النظر الأولوية. لا تتفاد. يصدق لي. أنا معك سيدي أنا معك. كنشوف الله يخير لكم الإخوان. هاد الإخوان ديال الابتدائي بربعة. كلهم من منطقة واحدة. من ناضور كامل. لا. سي عمراني منين؟ من ناضور كامل. لا ماشي من ناضور مدينة. راه كاين الحواس تاع لا تاوي. لا تاوي. لا تاوي. عندي الحق الشرعي عندي تاوي. انا بجمعيه مدرسه علان بن عبد الله في مده من 2003 الى يومنا هذا. و 2003 لا عندك سبب جمعيه الاباء. اب اب نعم نعم سيدي. شكرا سي عمران. استحلاك الى شاطروا في الفكرة والرئيس مو المقترح شنو البرنامج والمشروع اللي غادي يجي مع المكتب. مع المكتب اش غادي يديروا المشروع ديالو مع المكتب. مع المكتب الله يهديك. كنقول انا بان المدرسة العمومية كتعرض لوابل من 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 اذا المدير جميع الاخوة ومن جميع انفسنا على نجاح جمع العام المبارك. نتمنى ان هذا المكتب الاقليمي يكون في مستوى ديال التحديات. المشاورات بين المرشحين للرئاسة ارتأوا أن يقترحوا هذا المقام. عبد الربي رئيس نائب أولي مقترح ديال السي يوسف النائب الاول النائب الثاني وامين المال والمراد المراد الكاتب هذا مقترح بطبيعه الحال. اجتمع الرئيس طيب انا ما بايعش انا قبيله هذا الاخ انتخابات ولا يبدأ ولا يبدأ ولا يبدأ سويت على النائب هذا طبعا كاين شي
شو ديال تسعيد خاطر الله يفتح لك دابا ما ملي ما تفهمناش على استاد الناس كنحيي الاخ ديال السي نبيل اللي انسحب انا كان ملي كتكون مثل هذه المواقف انا كتقويني لان كيشوف الانسان ما عنده صفير واحد زاد صفير راه كيفيه كفايه شكرا لك السي نبيل وعلى نضجك ووعيك الكبير بالنسبه ليك بالنسبه لي رغم انك اصغر سنا بالنسبه الي الى بروح تقول يقولها معايا بقى دابا السي وليد بقى السي هربان بقى السي يوسف بقى السي عزيز وبقى السي العمراني ما قديتوش تراضاو بياتكم غنصوتو على الرئيس الرئيس انا تفاهموا وغادي نذكروا السميات وغادي نصوتوا وغادي نصوتوا صافي احنا عندنا اقتراح اخر الله يرضي عليك ما تقدرش باش كيكون كينسق للدرجه الاولى ما بينه وما بين الرئيس في كل الخطوات المتعلقه بالعمل ديال المجلس الاداري وعمل ديال الفيدرالي هو العضو راه بقوه القانون راه عضو داخل فهذا المنصب تحتوي له اخلاقيا سي شملال سي شملال ماشي محاباه نقول لك هو كيسمع ماشي محاباه ولكن اخلاقيا مادام انه عضو المجلس الاداري وكيمثلنا في هذا المجلس ما فيها باش يكون في هذا المنصب فالله يطولنا عمركم الله يجزيك الله يجزيكم بخير عاونوني باش نصوتوا على الرئيس واحد المقترح هو تقييد الله عافاكم راه ما غنعطيهاش راه ما غنعطيهاش اول واحد نقطه النظام هذا كنت كنت تريد هذا ضاطي لا نقطه النظام في المقترح هو اننا خصوصا الرئيس نكلفوا يشكل مكتب اي ده لا خيار انا هو عمرك لا عملتوا شي معايا ها قال انا نقول لكم باللغه ديالنا ديال فاس انا يهودي وسلمت بين يديكم
لا ما لا يرجع لي الفضل ياك انا قلتها ما قال لي ما فرض ما فرض عليا حتى واحد انا كنرغبكم وكنزاود فيكم حتى الاخوان اللي متلزين واللي اختباني واللي على برا دخلوهم معكم علاش غير يسمع الله يحفظك السي عزيز والله ياك انا ولا انا وليت يهودي خدامكم اصاحبي واخا راني حاج مسلم انا قلتها علاش باش هذا الجو المشحون وخاف ما انه سخون وعر بغيناه يكون حلو من بعد نتقلقوا اليوم ما كاين مشكل ولكن بغيت خدام نجي للناظور ونجي عند الاخوان ديالي كاملين كلكم وكنشكركم كاملين سكينة الناظور على الاستقبال ديالكم وعلى حفاوات الترحاب اللي درتو لي من اجل شيء واحد هي نجي غدا نسيب هاد الحاج ديالنا واللي شرف لينا انني حضرت وانا كنعتز بكون انه جالس معايا في المنصه هذا دليل قوي على انه بغينا نقويو الفيدراليه ديال النظر راه الله شاهد عليا الى قلت لكم 1300 كيلومتر يكون تزارو باش راه كان معنا الاخ ديالنا سي الحارس محمد مرزاق بحال محمد مرزاق راه متى ودات علاش لانني عندي معزه كبيره هاد الاخوين بجوج هاد السيد راني شفتو ربع ساعه انا كنقول لكم قدام شوف كي كنديرو شفتو ربع ساعه انا اما خلاص سي وليد كتجمعني مع علاقه قديمه ديال المكتب الوطني واحترمه احتراما كبيرا ومن اجله جئت كذلك الله يطول لي عمركم رجاء وكنرغبكم لما هاد الاخوان هادو ما فيها باش تشكل المكتب دابا غادي نتفق مع الاخوان ديالي ونعطيو كل مناصب ونعطيو حتى الاخوان الاخرين بغينا فيدراليه وحده في النظر شكرا تفضل انا بحس ان تكون تصبح تاخذ كاينين جوج شكون كاينين جوج لا ما تجينا والو كيفاش تحاول عرفت تبان صوت هذا الدويله تعاود تعاود لا عنده حياه سبعه لا ثمانيه ثمانيه واحد ها واحد عاود لك نمر واحد نمر واحد ثمانية سعود ها واحد انا تنمسك ها شوف ها عندك ثمانية واحد شوف يلا سير وغير واحد ثمانية ايش كان عارف شوف انا واحد عندي رقم واحد رقم واحد شكون اللي غيمشي معاه؟ شكون اللي غيمشي معاه؟ رقم واحد رقم واحد واللي يحفل غنحسبو واحد ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أربعة خمسة خمسة صافي سير مزيان سيكو ونزلوا للجسم واحد جوج واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سعود تسعة الله يصلح شكرا شكون سيدي؟ عزيز نصيري سي سعيد قاضي سي حسن البرداوي سي علي فهري سي فريد البرا سي يوسف جمال داس صافي داس لا صافي صافي سي سعيد قاضي العمراني داس هو داس سي مراد هربال داس سي ما كاينش هربال
سي مراد جبان، سي حسن حشيشي، سي نبيل أوراق، سي عزيز، لا سي عزيز لا، سي حسن بو طاقات، سي عبد السلام عزيزة، وسي بغداد، حفيظ غودان، سي محمد العلالي، سي محمد الحمداوي، سي علام فارس، هم أعضاء، ماشي مشكل، هم إخوان نواب للرئيس مكلفون بمهام، فيما بينكم ذاك الساعات غادي تجلسوا، كاين مجموعة ديال الأخ ديالنا سي وليد، هذوك النواب إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكونوا نواب الرئيس، اللي غادي يكون مكلف بالحكامة، اللي غادي يكون مكلف بالتنظيم، اللي غادي يكون مكلف بالصحة بالجانب الاجتماعي، اللي مكلف بالجانب التربوي، اللي مكلف على مجموعة ديال التنظيمات، هاد الإخوان مع الإخوان ديالنا بطبيعة الحال ديال التمثيليات على القرار على الحضري والابتدائي والثانوي غادي يكونوا موجودين. شكرا مرة أخرى. النقص والفراغ اللي كاين في العالم القروي، ومادام ان العالم القروي كاين على انه كاين الفقر كاين الهشاشه كاين جانب اجتماعي، اذا غادي يكلفوا الاخ ديالنا السي سعيد قاضي، السي سعيد قاضي نائب الرئيس مكلف بالعمل الاجتماعي. الاخوان صافي صافي وصدق عليك قبل ما نستحسن الله يخليكم من الهاتف دابا ضروري تليفون البطاقه الوطنيه احسن تسلموا هذا باش اقرب. نعم سي تسمو نعم الشرف هو ديالنا اعتبرنا انه كاملين لانه هو المرجع ديالنا كاملين. شكرا صافي